عشان تبقى ضد الحموضه. فلازم علشان يعمل مشاكل في الجهاز العظمي او يعمل مشاكل في المعده لابد من ان هو يفرز عوامل خطوره اللي هي بنسميها بالانجليزي فيريولانس فاكتور. العوامل الخطوره دي اللي هي توكسينات. التوكسينات دي بتخلي يحصل التهابات ويحصل تكسير في الخلايا بتاعه المعده ويعمل التهابات مزمنه، والالتهابات المزمنه دي بتؤدي الى ضمور الغشاء المخاطي ثم تحوره ثم اورام. دي سلسله طويله جدا، عشان نصل ليها لازم يكون وقت طويل مره وعد. لكن حضرتك دكتور هشام بيتكلم على النظافه اكل او حاجات او غسل ايدين، والولاد ما ينفعش حد تديهم يعني. ده مظبوط كل حضرتك بتقول، عارف حضرتك مشابه للكورونا فيما عدا التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه. لابد من غسيل الايدي، وخاصه غسيل الايدي بالصابون، بالصابون خاصه بعد التويلت بعد دخول الحمام. دي ثقافه قليل من اخواتنا ما بيعملوهاش للاسف. الغسيل بالماء والصابون جيدا بعد التويلت دي نقطه. نعم. غسيل الايدي بالماء والصابون قبل عمل الاكل. اثناء تقديم الاكل لازم برضو الايدين تبقى مغسوله او كذا، تجهيز الاكل طبعا. البيت احسن حاجه، البيت. لكن احنا بنخاف بقى من الاواني كمان. الاواني عندما تكون غير نظيفه قد تنقل الجرثومه الحلزونيه، ناهيك عن اللعاب بقى اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. كل دي في بعض الاحيان برضو موصوف ان بعض الحيوانات الاليفه او البيتس قد تنقل الجرثومه الحلزونيه، على راسها الطيور. الطيور هي مش بنتكلم عن انفلونزا الطيور لان ده فيروس البكتيريا، فممكن تنقل ممكن تنقل. لكن في الاساس النظافه الشخصيه اللي هو ايه؟ الغسيل الايدي جيدا، ما تحطش ايدك في بقك وانت ايديك ملوثه. دي نقط بديهيات صحيه العالم كله واخد بيها. احنا مشكلتنا ان الحكايه دي ثقافه النظافه الصحيه او الشخصيه دي مش موجوده عند بعض حبايبنا واخواتنا. الناس اللي بحاجة بتشوفهم نوعيتهم ايه؟ ولا فئات مختلفه طبقات؟ طبعا متنوع. بص يا استاذ احمد، هو الحقيقه انه برضو إن بعض اخواتنا المثقفين والكثير من المتعلمين برضو بيهملوا النظافه الشخصيه. يعني مين لازم بقول لحضرتك الغسيل باستمرار، غسيل ايديك، وخاصه احنا انا اتفكر حضرتك زمان الكراسه في ظهرها غسيل الايدي قبل تناول الاكل وبعد. مش كده؟